السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ يا نهار لمعان بجد، كان يعني نضف بمنتهى السهولة بخلطة جميلة قوي قوي هقولكم عليها، وخلطة سهلة مش هتحطي 100 حاجة على 100 حاجة، والشكل اللي انتوا شفتوه كان اصله هو ده. بس من فضلكم لو كنتم لسه ما اشتركتوش في القناه، يا ريت تشتركوا وتحطوا لي لايك جميل كده، ولو تتفرجوا على جزء من الفيديو او تكملوه للاخر يبقى انتوا كده عملتوا معايا اجمل واجب. يعني الخلطه دي عباره عن ايه، 3 معالق كبار من الكربوناتو، وتحطي عليهم شويه بريل او فيري. بريل او فيري انا بفضل ايه؟ بفضل الفيري مش البريل. الفيري بيبقى اقوى كتير قوي على الدهون. تمام، الخلطه دي خلتني ما دعكتش خالص 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 بجد، فعلا كانت حاجه كده على الهوا، يعني الدهون سايحتها جدا جدا جدا. الخلطه دي ممتازه زي ما انت شايفين كده، السطح بترجعه لانج جديد، لانج، وبتدوب فعلا الدهون جدا جدا جدا. والله تعجبكم قوي قوي لو جربتوها، غير انها بعد ما بتستخدميها وتعطيها، وممكن تستخدمي طبعا البوتاجاز بتاعك 2 3 هتحسي بنفس اللمعه موجوده، يعني مش لمعه مؤقته كده مجرد ما تستخدمتيها ورجع مثلا طبختي عليه او حاجه هيرجع زي ما كان، لا، اللمعه دي دايمه مجرد ما انت عملتيها بتقعد لك. يعني انا لحد دلوقتي مثلا بقالي 4 ايام عاملاها، لحد دلوقتي اللمعه موجوده. فعلا هي هايله وسهله، والدهون كانت بتطلع في ايديا من اول، يعني وانا بحط اصلا، يعني دلوقتي مش بدعك، انا مجرد ان انا بحط الخلطه، هحط الخلطه واسيبها مثلا نص ساعه كده ولا حاجه، اكون انا بغسل مواعين بعمل حاجه، سيبيها بقى نص ساعه كده مع نفسها. تمام، الخلطه خلصت، فعملت شويه تاني عشان اكمل بقيه البوتاجاز بتاعي، وحطيت حتى على المفاتيح بتاعت البوتاجاز بتاعي، ورجعت جديده لانج، وفعلا دوبت الدهون بجد. وصفه حلوه حلوه حلوه، يعني مش حاجه من اللي بتطلع كده في اليوتيوب وخلاص. تمام، دلوقتي انا بعمل ايه؟ بس هي اتمسحت من الحته اللي على السطح بتاع البوتاجاز، بحط خل. بعد ما سبت الخلطه بتاعتي نص ساعه على البوتاجاز، اقل حاجه نص، يعني مش اقل حاجه، اكتر حاجه نص ساعه، رشي عليها شويه خل وسيبيها برده، هترشي فوق وترشي في الايه، في الاماكن اللي انت حاطه عليها الخلطه. انا كده بدعك، دعك خفيف جدا جدا جدا، والله العظيم الدهون كانت فعلا دايبه بدون حلف. بصوا انا كده بعمل ايه، انا طبعا المكان ده ضيق، فانا مش عارفه احط صباعي مثلا عشان اطلعه او امسحه بالحته او كده بفوطه المطبخ، لكن شايفين الدهون في ايديا ازاي، فانا جبت بس حاجه بطلع بيها الدهون مش اكتر. يعني لو شايفين الدهون، شايفين الدهون دي كانت موجوده وماسكه جدا في ثانيه واحده، هي طلعت بسبب الخلطه دي. بجد خلطه حلوه، برشح لكم ان انتم تعملوها. وزي ما قلت لكم بتفضل ملمعه البوتاجاز بتاعي حوالي 4 5 ايام. انا زي ما قلت لكم لحد دلوقتي بقالي 4 ايام مجرباه، ولسه الخلطه زي الفل. اللمعه بتاعتها موجوده، مش حاجه مؤقته مجرد ما طبختي عليها هترجع. وزي ما انتم شايفين انا الدعك حاجه بسيطه جدا جدا، وكده انا بطلع الدهون، مش بطلعها بقى بحكها، لا، المكان ضيق فانا مش عارفه اطلع كده يعني بحته او بحاجه. شايفين مجرد بس غسيل خفيف جدا جدا، ولا سلك خشنه ولا اي حاجه. لو انت عندك البوتاجاز بتاعك بيتجرح زي بتاعي كده، ما تعملهوش بسلك خشن، اعمليه بسلكه ناعمه زي هي، زي ما انا عملت. لو انت عندك البوتاجاز بتاعك حلو وجميل زي اللي كان عندي قبل كده، ممكن انت تعمليه بسلك خشنه ولا يحصل له اي حاجه. تمام، بس معظم البوتاجازات اللي موجوده الايام دي ليه سعرها متوسط، يعني بتبقى سطحها بيتخربش، بيتخربش بسهوله كمان. انا كده زي ما قلت لكم كل القصه ان انا بحاول بس اطلع الدهون من المكان عشان ضيق. شايفين اللمعه بتاعته؟ طبعا دي زاويه مش جايبه اللمعه الحقيقيه. البوتاجاز متخربش، ايوه فعلا، بس مش من الخلطه ولا من السلك، وانا كنت بس قبل كده كنت متخيلاه، اول ما جبته كنت متخيلاه زي البوتاجاز بتاعي القديم اللي هو ما كانش بيتخربش ابدا ولا اي حاجه. فانتوا عارفين انا بعاني مع البوتاجاز ده، فللاسف اتخربش مني، انا كنت بتعامل معاه على اساس هو بوتاجاز القديم، فاتخربش مني. لكن الخربشه دي مش بسبب الخلطه، شايفين اللمعين؟ عشان بس جبت لكم زاويه تكون كويسه كده وفيها اضاءه حلوه، بجد لمعين فوق الخيال، وزي ما قلت لكم قاعد معايا فتره طويله اللمعين بتاعي، ومش بيروح ابدا. من فضلكم لو كنتم لسه موجودين معايا لحد دلوقتي، يا ريت تعملوا لي لايك وتكتبوا لي تعليق جميل كده، حتى لو تصلوا فيه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا كده بس بنشف الميه كويس عشان اللمعه بتاعته تبان اكتر، يعني بعد اي خلطه لازم تعملي العمله دي، يعني بنشف البوتاجاز حلو قوي قوي عشان لمعته تبان بجد حلو. حتى لو ما عملتيش كده برضو هي اللمعه هتبان، بس هي زاويه التصوير مش باينه قوي، هجيبه لكم دلوقتي من زاويه التصوير روعه. شايفه الدنيا اهي، الزاويه بقت احسن شويه، شايفين اللمعان عامل ازاي؟ بجد حلو قوي 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 قوي، يعني لمعة لمعة مش لمعة بسيطة. حتى المفتاح بتاع
المفتاح المفاتيح بتاعه البوتاجاز رجعت جديده، هوريها لكم دلوقتي برضو. بس هي الخلطه دي لما حطيتها، هي اصلا الخلطه دي مش للافران، ما بتطلعش دهون الافران، لكن لما انا حطيتها على الفرن نظفته، بس مش قوي، لا للامانه ما نظفتوش قوي، يعني الحاجات الصعبه الدهون الصعبه ما طلعتهاش، فاهماني؟ بصي هي كده انا لسه دوبك ايه بغسل بس اللي تحت، الحاجات اللي تحت باب البوتاجاز بتاعي، نظفت الباب جدا، حتى المفاتيح كان فيها شويه دهون رجعت قشطه الصراحه يعني. لكن هي معجب، انا عارفه ان هي اصلا مش للافران، بس انا جربتها للفرن قلت يمكن تجيب معايا نتيجه كويسه فاقول لكم عليها. لكن هي للفرن لا، نظفته بس ما نظفتوش زي ما انا كنت عايزه. تمام، شايفين باب الفرن رجع جديد ازاي؟ شايفين حتى اللمعه اللي فيه، حتى الاستانلس اللي بيبقى في الجنب ده، شايفين اللمعه بتاعته بقت عامله ازاي؟ والله العظيم البوتاجاز رجع جديد بجد، والله الخلطه دي روعه، وزي ما انتم شايفين مش اي، مش معقده وما فيهاش حاجات كتيره ولا اي حاجه. شايفين البوتاجاز رجعت كل حاجه في زي الفل. في دهون جوه بين الازاز ده والازاز ده، انا معرفتش افك المسامير عشان اغسلها، لكن الدهون اللي كانت بره بكل امانه طلعت. بصي بدون دعك اصلا، يعني هي طلعت بدون دعك عشان ما يبقاش حرام عليا من كتر سهولتها. لو انت هتعرفي تفكي المسامير بتاعه الازاز بتاعك، بوتاجازك هيرجع لنج. انا للاسف معرفتش افكه للامانه عشان حرام، معرفتش بس افكه فمعرفتش اغسل، لكن اللي كان بره كان قشطه وطلعت زي القشطه. والفرن بتاعي زي ما انتم شايفين نضف، بس مش النظافه اللي انت متخيلاها، في شويه مش دهون، حروق. هي ما طلعتش الحروق، لكن هي طلعت الدهون حتى اللي في الفرن، الدهون اللي في الفرن طلعت، لكن الحروق اللي في الفرن ما طلعتش. ده للامانه يعني، انا ما كنت هنا عماله العب بس في الاضاءه عشان احاول ابين لكم جمال البوتاجاز يبان ازاي، والحمد لله باين بجد من قلبي. بتمنى ان انتوا تجربوها وهتدعوا لي جدا. مكونات موجوده عندكم في البيت، الموضوع سهل.